لعبة الأطفال. القفلة ضد عبث الأطفال، بدوس على زرار ستوب لمدة 3 ثواني، تظهر لي العلامة دي معناها إن لوحة المفاتيح مقفولة. لو دوست على أي زرار ما بيديش أي ريسبونس. أدوس على زرار ستوب تاني عشان لو عايز ألغي عبث الأطفال. كده أنا لغيت عبث الأطفال لمدة 3 ثواني. مدة 3 ثواني.